تم افتتاح هذا الجسر الخدمي في الشرقاط ليصل طرفي الساحل الأيمن والأيسر ببعض، وهو حل وقتي، ولكن هو كانت الحالة قبله صعبة جدا، حيث كان التنقل بعبارات، وهذه العبارات معرضة لحوادث، لكن هذا جسر خدمي، وأنتم ترون الإنجاز مستمر في الجسر الكونكريتي، إن شاء الله سينجز خلال الوقت المحدد. كل إجراءاتنا كانت سريعة من أجل إنقاذ الوضع بين الساحل الأيمن والأيسر. اليوم الحمد لله سيتم افتتاح جسر الشرقاط العائم، الذي يعني هو شريان الحيوي للرابط بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر. هذا الجسر سيرفع الكثير من معاناة أهلنا بالساحل الأيسر، سيعيد التواصل إن شاء الله، كما سيسهم هذا الجسر العائم بالتسريع من إنجاز العمل في الجسر الرئيسي، الجسر الثابت، الذي من المؤمل أن يفتتح شهر الرابع من العام المقبل إن شاء الله. افتتاح الجسر العائم لقضاء الشرقاط الذي يربط بين ساحلي الشرقاط. في الحقيقة الجسر هناك الجسر يبلغ طوله 180 متر، تم إصلاح منه 90 متر، والباقي مواد تصنيعية. تم تدارس الموضوع من قبل محافظة صلاح الدين ومديرية الطرق والجسور، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة التي حدثت في قضاء الشرقاط.